أخيرا كل أحلامي تحققت. صرت هلا بقدر اموت بسلام بعد ما شفت هالشي. لا اهلين ولا سهلين فيك وفيك بالقناة. اليوم عندنا فيديو جديد. انا جمعت لي تقريبا شكلات او 50 صورة او 54 صورة كتير لقيتها هيك ساتسفاينج مريحة للاعصاب لقيتها على النت. اثاث البيت هو واحد من اكثر الشغلات اللي انت بتقدر تكون مرتاح لها الا لما تضرب رجلك. هذا الديزاين حلو بس انت كيف بدك تقدر توصل لفوق؟ يعني في هدول الكتب اللي فوق كيف توصل لهم؟ هيك وحتى اطول واحد من بيناتهم ما بيقدر يوصل لابعد كتاب تقريبا او لحتى القسم الفوقاني. ليش هدول هون هيك؟ وليش عاملهم هيك؟ اوكي لا يا جماعه بعرف انه شكله قبيح بس طلع في شغله كتير مهمه هذا بيساويها. هذا الشخص حط ورا هدول الكتب الراوتر مشان ما يطلع شكله بالبيت. طلع شكله كانه كتب. لا تجوعوني. يا ريت لو نحن الناس اللي عندنا بالمولات بيقعدوا بيظبطوهم هيك. والله نحن عندنا الناس حط الكيوي مع الاناناس وظبطهم كلهم مع بعضهم. انت اللي بيطلع لك اختار. اذا بتشتري كيلو من هذيك الشغله هي اداه كيلو تشكيله هيك اللي بيطلع لك انت وحظك. نايس حاس بالراحة يا جماعة. أنا كنت معصب هلأ لا هلأ أنا رايق. لا أنا متأكد حتى البنات يعني حياخدوا الكنترولر أبيض ما حدا حيشتري كنترولر بينك. لا واو كيبل يا جماعة الكيبل مانجمنت هذا رهيبة. ها كل الفصول الأربعة موجودين بشجرة واحدة. أحب مع قلبي تبا لكل الأقلام اللي بتيجي دائرية بالحياة. تبا لهم جميعا. الأقلام السداسية أحسن أنواع أقلام بالعالم. شوفوا شلون هيك مع بعض حتى بهي راحة. كيف انطبخ هذا الشيء؟ هل هذا الشيء شيبس ولا شو هذا الشيء بالضبط؟ والله ما بعرف. كيف طبخوه كمان؟ والله ما بعرف. غريب. يا جماعة الشجرة هي أخذ بوشن اختفاء. ليش يعني الموز موجود منه بكل الأحجام ليش ممكن لا 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 حياتي اكتملت. أنا بعد هذا الفيديو حانتقل لعالم تاني مختلف تماما. تبا لكم انتو كلاتكم خلوكم بالعالم اللي كلاته فيضوي مع غرفتي. أنا حروح وظبط وساوي كل شي بحياتي. ها ولا مرة شفت أنا وافل ظابطة بعد كلاتهم بيكونوا مقطعين. فكرتها هي شغلة بس خاصة بأفلام الكرتون. مان اشتقت لبندوسة. حاشتري قطة كاملة وبدولارين. مان انا جدا سعيد انه هنا خلوها دولارين. بعرف ان انا ما حاشتري هذا الستيكر بس كمان ليش دولارين ونص؟ ما بدي شيء بعد الفاصل. لا خلص دولارين اميزنج. هذا مو الفوم اللي موجود مشان حطه على الحيطان مشان صدى. انا برايكم ليش هلا عم يطلع معي صدى بالصوت؟ لانه ما في عندي فوم. بس ليش هيك بهالالوان الغريبة؟ ترى لك لون واحد والله هيك اعطل على اساس يعني انا عندي شيء الي احكيه يعني قال بالرتابة. طيب شو الساتسفاينج بالموضوع؟ قطعت خضار. ألف مبروك على تقطيع الخضار لك يا أسطورة. يعني ما بعرف شو شيء مميز بأنك عم تورجينا أنت مقطع. يا جماعة أنا قطعت بطاطا. صحيح تتذكروا بطاطا؟ اكتبوا بطاطا بالتعليقات. كلينك كلينك كلينك. يوووو هذا طائر فاسد. ما كنت عارفة أنه حتى الطيور بيطلع لهم دخنة لما تكون الدنيا برد. هذا المكان حقيقي؟ هذا المكان حقيقي؟ بدي لاقيه، وين هذا المكان؟ هدول وين ساكنين؟ لك هدول الناس وين ساكنين يا جماعة؟ لك هذيك مرة لما رحت اشتريت سماعة أعطاني إياها مربوطة، قال لي أنت فك العقدة ولك 500 زيادة. ليه؟ شوف هدول إبداع إبداع أسطورة. الشخص اللي عمل هذا الشيء اسطوره. ما بيهمني كل المولات بالعاده ما بتزبط بس الشخص اللي اخذ بتكلفه انه هو يتعب مشان يساوي الشيء اللي هلا قدامكم هذا اسطوره. وات لحظه هدول كلياتهم من اناني ازاز. واو يا والله لازم شيء واحده. شو كيف اقدر اخليهم زرق؟ اخيرا قدرت انا امضي حياتي وشوف الموجه تبع افلام الكرتون بالحقيقه. هو ساتسفاينج يعني هو مريح للاعصاب يعني ما بنكر بس ليش؟ جميل جدا شجره حاجبه شمس. تحتاجوا اشرح لكم اكثر من هيك يعني؟ اوه هالحجره شايفينها هي اذا حدا بحب يزورها هي موجوده بالسعوديه. وين بالسعوديه؟ الله اعلم. هي بقى انت بدك تروح تدور بس هي موجوده بالسعوديه. ما حدا بيعرف ليش هي مقسومه من الصين او يمكن حدا بيعرف ما بعرف لانه انا الكل بيكي. لا ليش تعصبني؟ الاو سي دي تبعي ما حتقعد تتحمل. هذا المرض النفسي عندي ما حيقعد يتحمل. شو اللي خطر براس الشخص اللي بدل بين هدول البكسلين؟ ماني مرتاح اطلع على الشارع وكل ارجلي مبينه جوا سو لا ايه الله اعلم. شايفين كيف كانه بطانيه؟ هذا على فكره ثلج. واو يا جماعه واو. انا هلا صرت يوتيوبر رياكشن شو بدي اسوي بحالي؟ انا مندهش من انه التوت البري هيك قاعد عم يكبر. وعلى فكره كثير اسطوري كثير 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 طيب التوت البري اساس يعني في توت بيتوتي. لك لا بس هو هيك اسمه نحن كنا نسميه او انا بس اللي ما فهمته كيف قدر يجيب كل هدول الترانزيشن بنفس الموسم؟ هل يعني هو زرع قبل يعني تقريبا شي سنه هيك قبل ثلاث سنين يعني هيك اشجار توت باوقات مختلفه حتى كلياتهم يطلعوا توت بنضوج مختلف؟ شو هاد؟
رهيب. شو هذا؟ لا هذا رز. لا شو هذا؟ ما عم اقدر اشوف. حلو حلو النقوش. شو هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه في حدا قاعد عم يحاول يفتح بوابه لعالم ثاني. لا 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 زودتوها. ما بعرف اذا حسموني سايكوباث، بس حاسس انه البرتقاله مع قشرته طيبه، والقشره الخارجيه طبعا اللي جوا هدوه. اوكي لا هذا زودها صراحه، كثير كثير رهيب. هي بزياده عن اللزوم. كميه التحف اللي انا نفسي هلا احطها ببيتي حتخلي ما عندي بيت. هي الصوره تقدر مو بس تسمعها بل وكمان تحس فيها. حدا منكم يا جماعه بيعرف هدول الكرات لشو بقدر انا استخدمهم؟ لانه انا لحد هلا قاعد انه عم حاول لف دماغي مشان انا الاقي شو استفاده انه انا يكون عندي وعاء فيه كرات حديديه. كيف الثلج هيك عم يدوب؟ هاو كيف؟ لماذا؟ هاو؟ يا فاضي كلات بس بذر يا فاضي. بتعرفوا شو احلى فاكت يعني عن هدول الاطارات؟ غالبا الشخص اللي سواهم ما اندفع له. كان بس فاضي. ما اخذ هيك شوي مشان انا استوعب المنظر اللي قدامي. شو اللي قاعد عم يصير طيب؟ شوفوا بالظل بالظل الثلج ما ذاب، بس الاماكن اللي فيها شمس كلها تراب. خلص صار تراب، مو ثلج صار تراب، قصدي ذاب. الشخص اللي التقط هالصوره مبدع. شحنة السلعات هي اللي عم يبعتوها بالسفن اللي فيها طلبيه النون تبعك، لا تنسى تستخدم الكود اديب. يمكن صوروها باستخدام درون او ما شابه، بس اذا بتلاحظوا بالظل طلع كانه مدينه. ليش كل شيء ازرق؟ البيت حلو. انا ما بعرف شو الستاندرد تبعي لحلو. انا كل شيء حلاقي حلو اذا بيتي كستاندردز، مشان باقي البيوت كل البيوت حلوه، بس والله دحين كله ازرق صراحه. بلش انا يتم تنويمي مغناطيسيا، هيك بلش مخي يستوعب الشيء اللي انا عم شوفه قدامي. ما سبحان الله شلون في هيك يعني من فن. يا اما النباتات من البدايه هيك، يا اما هن بلشوا يتطوروا مشان يحاكوا دماغنا الفني. حاس كانه هم منزاح مني لما انا شفت هالبوظه. واو، تحية للشخص اللي عطاها لهالسحلية طريقة تتخبى. صاير جلتش يا جماعة، شوفوا صاير جلتش. امين هو مربع اكشلي. لا 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 انا هلا تذكرت، دائما بالهدايا بتكون في شغلات هيك غريبة وما أنا متناسقة مع بعضها. شوفوا هي كيف ملفوفة. واو شوفوا كيف عم يساوي الدائرة تبع الملعب. هل هدول المشروبات حلال؟ على لحظة مكتوب تي. يمكن الله اعلم. ها خلصنا بسرعة؟ انا والله ما توقعت اخلص بسرعة، والله ابدا ما توقعت انه انا اخلص الصور بهالسرعة. ياو اهلا يا جماعة، كيفكم شو اخباركم؟ للاسف اليوتيوب قال لي انه هو ما حيعطيني فلوس لحتى اوصل الفيديو 8 دقايق، فحاعمل رياكشن على 5 صور عشوائية ابدا ما مريحة للعين، وطبعا كلياتهم من تجميع ايبي اللي اجبرني على هذا الشيء. انا ابدا ماني محتفظ بايبي بقلب قفص. لنشوف اول صورة. ليش هيك؟ الله يقويك، هذا حيسمع اللي بخاطرك. يو بس شو هالقعدة؟ هذا الكرسي عنده قعدة ما في حدا عنده اياها بكل البلد. وين مشيت الايام؟ ليش هيك صار بيبو؟ ليش هيك صار بيبهرني؟ لا انا ماني مرتاح يا جماعة. نشوف اللي بعده. مين بيغطس بقلب مغسلته؟ هذا عم يتوضا a little too much. وات؟ كيف الشجرة قدرت تطلع لفوق؟ كيف؟ لا تنسى تشترك بالقناة وتشوف هذا الفيديو اللي قدامك إذا بدك كمان زيادة.